جهاز خاص اختبار العزل أنواع العزل الأصدر. الشركات المصنعة العوازل تجي تختبر مواد العزل عندها. برد هذا يفترض أنه يوجد برد أو ثلج ويطيح هذا من الاختبار. كرة خفيفة الكرة حصلت أنا والله كرة تنس. So this is our gun for loading. Okay. So هذا يدفع الجن يقول. There's a standard. And the standard is with Seaworld at 7 bar. Now the machine is ready. شفت سمعت الصوت. So can you open? So. قل حق العوازل الحراريه ولا حق العوازل حق مثلا عندك عازل حراري عندك عازل المويه يقول لك ما ينشك بوليورثان also the same test yes okay so then you're checking okay. the visual resistance قوه الضغط اللي هو الضغط التكنس هذا okay you could adjust the pressure means يعني you did with a small load with small shooting energy and then you increase the shooting energy خلينا نكون واضحين يبدو انه ما في الا عازل واحد بينجح عندنا لا في عازل ثاني بوليورثان لكن التكنس ماله 80 لاحظوا هو كم سواهنا في الاختبار 70 عندنا الضغط على الفلاني 35 والضغط الفلاني الاخر يقول 45 لكن هو واقعنا اختبارات العزل هذا الجهاز يختبر عده امور يعني مو بس العزل يختبر الجلاس مثلا اللي يقول لك يسوون السكاي لايت الزجاج المستخدم السكاي لايت لو طاح عليه اقل برد يتكسر يجب فاذا جيت تختبر النوع من الزجاج لازم تختبره بهالماكينه هذا عشان يحقق النجاح إذا محقق النجاح فهو فاشل إنه ينوضع في السكاي لايت أيضا السيراميك تختبر هنا أيضا ألواح البلاستيك تختبر هنا كلها في الجهاز هذه تحكم بقوة البار المفروضة الموجودة المتوقعة وتختبر على أساسها هذا الجهاز طال عمرك يستخدم لقياس ضغط الاسفلت الاسفلت عادة لما تمر عليه شاحنة واحدة وتكون معباية زيادة ما يخرب على طول لكن لما يمر 100 شاحنة وكل 100 شاحنة معباية زيادة يصير مع الوقت يفحص أوكي. لكن على جميع أنواع الحرارة وتوصل درجة الحرارة إلى 80 وتقدر تنزلها زي الصحراء مثلاً وقال لي كوي فيه أن هذا الجهاز موجود في السعودية لكن بس بتبوك في جهاز واحد حق نيوم أتوقع yes, موجود بس بتبوك وصراحة يضحك تعرف الجهاز هذا يعني طبيعي إذا كل جهة يعني عندها جهاز زي هذا يصير الشوارع طبعاً أكيد كل أسليم لأنها مجربة كلها قبل ما تنزل الشارع